هنا حيث قتل محمد، سعيد، بشار، ريم، ياسر، علي، هيثم وماجد، هنا في بير باشا غرب مدينة تعز، حيث شهدوا للمرة الأخيرة قبل أن تصيبهم واحدة من قذائف ميليشيا الحوثي التي أوقفت حياتهم ولم تتوقف. وبين ظهيرة الاثنين التي قتل فيها 9 من مختلف الأعمار وجرح آخرون، وظهيرة الخميس حيث خرج العشرات ممن يحملون صور الضحايا وعبارات التضامن مع من رحلوا فجأة وتوزع دمهم على أرصفة المكان، الوقفة الاحتجاجية ضد المجزرة التي حدثت في بير باشا من قبل ميليشيات المخلوع والحوثي التي تقتل هذه المدينة في كل ساعة وفي كل لحظة. وانتقد المحتجون حالة الصمت التي تغطي الموقف الدولي، بحيث لم يصدر موقف يدين الجريمة وما سبقها من جرائم في أرض محاصرة حتى من التضامن والزيارة الأممية. ولا تنسى هذه المحافظة الواقعة تحت النيران أن تعلن تضامنها مع ما يحدث خارجها، ولا يغيب عن ذهن المحتجين ما يقع بعيدا عنهم. عليهم محاسبة الانقلابيين على الجرائم التي يعملوها بالشعب اليمني في جميع المحافظات وليس في محافظة تعز، ولكن تعز أخذت النصيب الأكبر من هذه الجرائم. وينتظر المحتجون أن يدون موقفهم وينظر إلى وقوفهم بعين الاعتبار حتى لا تضاف أسماء أخرى إلى قوائم الموت السابقة.